ما كنتش اتوقع ان هو بالسرعه ديت ان انا الاقي شغل، الاقي ايميل ان هو حد دخل على جيت هاب اكاونت عندي وشاف الاكاونت وشغل ريموتلي، ويجي لي هيد هانتنج على لينكدين من اكتر من شركه. احمد عبد المنعم غريب، انا خريج كليه تجاره جامعه عين شمس، كنت شغال اكاونتس بيبل سوبرفايزر، وحاليا انا شغال بي اي ديفلوبر في كوكاكولا. خلصت الداتا اناليسز من اول التشالنجر تراك لحد الادفانس، خدت الويب ديفلوبمنت، خلصت برضو التشالنجر بروفيشنال وادفانس. الداتا عموما دلوقتي هي المستقبل، كل حاجه وكل الدنيا رايحه للاتجاه بتاع الماشين ليرنينج والاي اي، هي بقت تلعب دور مهم جدا في الشغل، من اكتر المجالات عالميا اللي مطلوب فيها شغل. كنت شغال قبل كده محاسب، ما عنديش اي اكسبيرينس في المجال او في السي في بتاعي ان هي تبقى حاجه ممسوكه كخبره ان انا اقدم بيها. ايفن وانا شغال انا كنت مهتم قوي باكسل، وانا عندي باشن في الدراسه ومش بزهق او امل الحته بعيده عن الحسابات. الحسابات كان ممكن اذاكر فيها شويه تمام عشان خاطر الشغل. لما جيت اتجهت للاكسل وبعد كده عرفت الـ VBA اتجاه بتاع البرمجة، لقيت نفسي فيه اكتر. انا كنت بذاكر وانا حاسس ان انا بتفرج على فيديوز، اتفرج على فيلم، اتفرج على مسلسل، انا عندي فاشن، عندي فضول اعرف الموضوع رايح لحد فين. قبل كده انا مش انسان اللي كان بيذاكر تماما، انا في ثانوية عامة كنت مقضيها ومجموعة ما ودانيش غير تجارة. وانا لما اتجهت للحتة دي لقيت نفسي عندي استعداد ان انا اذاكر 16 ساعة في اليوم، ان انا يوم الاجازة عبارة عن مذاكرة ومن غير زهق ومن غير ملل، وبالعكس انا عايز اكتر وكل شويه ازود في الليست، انا عايز اضيف السكيل دي. طب انا عندي حته قصور في حتت معينه عشان انا مش خريج كمبيوتر ساينس، فكنت بوسع المجال ان انا اعرف جيت وجيت هاب وباش، واعرف ويب ديفلوبمنت اتش تي ام ال وسي اس اس وجافا سكريبت، ادوس اكتر في بايثون، اعرف عن بايثون اوتوميشن والديبوجنج، وادوس في الحته دي. ايفن حتى ان انا التراك بتاعي انا متارجت داتا ساينس، بس كنت بزود السكيلز الثانيه بحيث تساعدني وانا شغال. عموما طبعا كنت عالمي، بلاتفورم زي يوداسيتي من احسن البلاتفورمز في الطريقه بتاعه التعليم، وفكره البروجكت ريفيو والريفيورز كمان كل مدى هما بيتطوروا فيه. حتى على مدار المنحه يوداسيتي كان اول البروجكت ريفيو كان حلو جدا، في الاخر في طوروا كمان وحسيت ان هو بقى مور ديتيلز، بس هو احسن طريقه للتعليم فعليا حته بتاعه البروجكت حلو ان احنا بناخد الكورس الكونتنت ببقى فاهم الدنيا وكده، بس فكرة ان انا apply المعلومات كلها اللي موجودة في كورس مرة واحدة في project واشتغل عليه، ومش بس ان انا ممكن اشتغل في الحاجة اللي مطلوبة، لا انا ممكن ازود. يعني لو انا حابب او ان انا ادور من برة بيبقى سايبين مجال ان انا ابدع حتى كمان في البروجكت دوت واخده لليفل تاني. البروجكتس اللي موجوده في الكونتنت بتاع النانو ديجريز من اللي هي ديت اللي عملت منها البورتفوليو بتاعي على جيت هاب، وقدرت ان اكون سي في يبقى في اكسبيرينس او بروفن اكسبيرينس. ايفن ان انا ما اشتغلتش قبل كده، كان كل الاكسبيرينس عندي في السي في قبل كوكاكولا او قبل اف دبليو دي، قبل البروجكتس بتاعت اف دبليو دي كانت في المجال بتاع الحسابات. فحاليا انا بدرس اجايل Software Development Nano Degree، وناوي بإذن الله هكمل في المجال بتاع الداتا ساينس ومتارجت كمبيوتر فيجن قدام. بعد كده لا ناوي اخد ستيبس في المجال بتاع الديب ليرنينج وتحديدا كمبيوتر فيجن، بفكر ان انا اخد السيلف درايفنج كورس نانو ديجري على يوداسيتي واجرب يعني ليه لا.